كل زين. لاحظوا هنا هذا التيبل كلش مهم ويفيدنا. يقول لك انه انت ببساطه عن هذا التيبل افضل ارجع له بعدين، خلينا نحكي عن بقيه الديزيز ونرجع له بعدين اكثر افضل حتى تكونوا فاهمين القصه شنو بدنا نحكي بالتحديد، فبالتالي راح ارجع له بعدين، خلوه بعدين نرجع له بالتفصيل. نيجي نحكي عندي other disorders of sex development اللي هي شنو؟ اللي ببساطه انه هي عباره عن اكو disorder مو كروموسوم، انما تجيني نتيجه شنو؟ اكو disagreement between the phenotypic اوكي sex والgonadal sex. شو نقصد بها الفينوتيبك sex؟ نقصد بها الاكسترنال جينيتيري. مثلا الاكسترنال جينيتيري بدي اشوفها مال الميل، من اروح اسوي اشوف الجوناد القى عنده اوفر او العكس. هذا الديسأجريمنت بين الفينوتيبك sex اللي هي الاكسترنال جينيتيري ايش راح اشوفها والجونادال sex، هذا نسميها عاده كانوا يسموها ايضا بسيدو هرموفرودايتيزم او يسموها قبل هم هرموفرودايتيزم، هم تدخل ضمن هذا الشيء. لكن الترو ون هو اللي قلنا الاوفر ستيكولار ديسوردر. يبقى الاسم الجديد اللي غالبا يستخدموه هي قضيه الانترسكس، اوكي يسموهم عاده شو اسمه انترسكس. دول شنو الانترسكس ببساطه؟ اللي ببساطه انه احنا مثل ما قلنا انا اشوف الفينوتايب مالته مثلا اول ما يجي للحياه، طبعا يجون يشوفون الاكسترنال جينيتيريا مالته هذا ميل او الاكسترنال جينيتيريا مال فيميل، من بعدين يسوون فولو اب او بوقتها يسوون او شيء راح يشوفون يا اما هذا الانترنال جينيتيريا هي اوبوزيت الاكسترنال جينيتيريا، فبالتالي اكون طبعا كوزز لها هسه راح احكي عنها بالتفصيل. يبقى اخلي ببالي نقطه كلش مهمه ولازم نحكي، احنا ليش حكينا الامبريولوجي بالبدايه وتكلمنا عنها بالتفصيل وهسه بدنا نحكي الباثولوجي؟ لان ببساطه شيء مرتبط بشيء. اذا تتذكرون حكينا بالامبريولوجي بالدفرنشيشن، قلنا دائما الجونادال دفرنشيشن سواء كان تيستس اور اوفر يتحكم بها من هو؟ اللي هي ستكس ديترمايننج ريجن اوف كروموسوم واي، صح ولا لا؟ الاس ار واي مو قلنا هي الاساس حتى تحدد لي انا عندي ميل اور فيميل جونادز اللي اقصد بها تيستس اور اوفري. بالمقابل اللي يحدد لي الاكسترنال جينيتيريا كنا دائما نحكي عن هرمون، صح لو لا؟ يعني الاكسترنال جينيتيريا كنا نحكي بالميل على الداي هايدروتستوستيرون هو مسؤول عن الاكسترنال جينيتيريا، بالفيميل كنا نحكي دائما على الاستروجين، صح لو لا؟ هي مسؤوله عنها. فبالتالي يحدد لي الاكسترنال جينيتيريا هو هرمون، بيحدد الانترنال جينيتيريا هو السكس ديترمايننج ريجن اوف كروموسوم واي، صح لو لا؟ مثل ما تكلمنا عن التفاصيل. واضح هاي البوينت لحد الان قبل ما ندخل بتفاصيلها وانواعها؟ شنو مصطلح الانترسكس؟ هسه اي واحد يسال شنو اقول؟ هذا انترسكس ببساطه انه عندي اشوف عندي ديسأجريمنت بين الجونات وبين الاكسترنال جينيتيريا، هاي النقطه الاساسيه نخليها بمعنى. طيب خلينا نحكي عن اول واحد اللي هو 46XXDSD، DSD يعني Disorder of Sexual Development. ال 46XX يعني ببساطه XX معناها حي على الصلاه، شنو هذه؟ ميل او فيميل؟ هذه فيميل من اسمها. 46XX يعني فيميل، يعني شنو؟ يعني عندها اوفر. راح اشوف اكو اوفريز موجوده، لكن الاكسترنال جينيتيريا تكون يا اما فيرتلايزد يعني تشبه الميل، يا اما تكون امبيجوس ما مبينه، اوكي؟ هذه عاده لقوا نتيجه شنو؟ نتيجه الاكسسيف اكسبوجر للاندروجين، اكسسيف اكسبوجر للمالتيبل تايبس اوف اندروجين. ليش؟ لان احنا نعرف الاستروجين هو المسؤول عن هذا الديفلوبمنتال مال الاكسترنال جينيتيريا مال فيميل، بمقابل التستوستيرون والاندروجين هو راح يمشي باتجاه الميل ديفلوبمنتال، صح لو لا؟ فبالتالي ببساطه دا القى اوفري، لكن بالواقع انا عندي اكسسيف اكسبوجر للاندروجين، فبالتالي القى الاكسترنال جينيتيريا اما تكون ميل تايب يا اما تكون عاده امبيجوس وان. الكومن كوزز اللي لازم نفكر بيها ودائما تيجي بالاسئله هي قضيه السي اي اتش كونجنتال ادرينال هايبربليجيا، واحنا كليتنا حكينا عنه وحكينا بتفاصيله، شو وقت اقول عنه عندهم هايبرتنشن، شو وقت عندهم امبيجوس جينيتيريا، تكلمنا عنها بالتفصيل اذا تتذكرون حكينا الاندوكراين، فبالتالي لازم تتذكرون. فبالتالي الكونجنتال ادرينال هايبربليجيا عندي اكسسيف برودكشن اوف اندروجين من الزونا ريتكولاريس، اوكي؟ فبالتالي بالنهايه ممكن يصير عندي ابنورمالتي مال جينيتيريا اور ممكن جينس اكسبوجر. مثلا بالنهايه المذر بتاخذ تريتمنت ترانسبلاستيكال ديفيوجن وبيوصل للبيبي، اوكي؟ فيصير عندي بالنهايه شنو؟ يصير عندي اكسوجينس اكسبوجر ديورجين برجنسي. بس بين قوسين ما دام اني لا اشوف عندي اوفر، شنو اللي يخلي الاكسترنال جينيتيريا
هي مال ابعد عن الميل، سوري عن الفيميل، انه هي يا اما هرمونال اللي هي اما كونجنتال ادرينال هايبر اكتيفيشن، يا اما عندي اكسوجينكس اكسبوجر. هاي النقطه كلش مهمه اخليها ببالي. بالمقابل عندي ال 46 اكس واي ديس اوردر اوف سكشوال ديفلوبمنت، او يسميه طبعا من اسمه اكس واي معناها هذا ميل، معناها شنو؟ دائما الانترسكس اشوف الاكس واي او اشوف الاكس اكس الموجود ميل اقول موجود هذا تيستس، اشوفها فيميل اقول هاي موجود اوفري، وادور شنو المشكله بالاكسترنال جينيتيفي. دول ببساطه راح اشوف عندي اكس واي اذا تيستس بريزنت، بس المشكله الاكسترنال جينيتيفي تكون يا اما فيميل يا اما امبيجوس. لقوا الموست كومن كوز مالتها ممكن نتيجه الاندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم. شنو الاندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم؟ ببساطه انت عندك اندروجين ديستلا برودكشن عادي وماشي الامور وهاي، لكن الريسبتورز المفروض يجي يشتغل عليها ما بها ريسبونس انسنسيتيف للاندروجين. واحنا كلنا نعرف الاكسترنال جينيتيك هي الافكت مع الداي هايدرو تستوستيرون، مثل ما حكينا الانترنال مسؤول عنها التستوستيرون، الاكسترنال هي مسؤول عنها شو اسمه الداي هايدرو تستوستيرون الاكسترنال. فبالتالي من ما عندي ريسبونس للهرمون اكيد ايضا المشكله مالتي راح شنو راح اشوف عندي تيستس، بس بالمقابل الاكسترنال جينيتيك ابنورمال. اشهر حاله هي اندروجين insensitivity syndrome اللي يسميها testicular feminization. راح نحكي عن هذا الديزيز، وعلى فكره هذا الديزيز موجود، يعني اكو كيس طبعا ما واحد يحكي تفاصيل، بس اكو كيس قبل فتره انا اطباء حشولي اللي جت كيس بمستشفى اليرموك، يعني هذا الكيس موجود. عاده هذا ال 46XY وبالتحديد testicular feminization ذولا عاده الاندروجين insensitivity syndrome يسموها احيانا حتى تقولها كتب يسموه CAIS Complete Androgen Insensitivity Syndrome. أوكي هذا عادة شلون يجون؟ يجون فيميل، أوكي تيبيكال فيميل، يعني شوفها كلها فيميل، لكن شنو هو بعدين ممكن هاي طبعا كيس توصل يصيرون مارج، أوكي وراها يكتشفون انه هي شنو مثلا، يدورون عادة على بريجننسي هاي، يروحون يسوون فولو اب يكون اكو ستيل موجوده تيستس، اوكي انديسندنج تيستس، اوكي ويكتشفون انه هو بالواقع هذا ميل مو فيميل. راح نحكي عنه بالتفصيل بعد شويه، موجود عندكم ونحكي عنه، بس خلوا ببالكم هذا الكيس نسميه كومبليت اندروجين انسنسيفتي سيندروم، اللي هو بالواقع ميل لكن يجيك تيبيكال فيميل، فيميل كل شيء سواء بريست ديفلوبمنت سواء هير ديستريبيوشن سواء اكسترنال جينيتيك تجيك فيميل. اوكي بالاكزامينشن راح تلقى اكو اندسيندنج تيستس، اوكي وبعدين طبعا هاي تشوف بعدين ايش تاخذ ديسيجن عليها، بس خلي ببالك هاي الكيسات موجوده يعني. فاذا الانترسيت خلي ببالي انا عندي ديس اجريمنت بتوين البونات وبتوين الاكسترنال جينيتيك، دائما لها علاقه بالهرمون مثل ما شفنا. من اشوف اقول اكس اكس يعني هذه فيميل يعني عندي اوفري، لكن بالمقابل عندي يا اما اكسوجينس اكسبوجر يا اما عندي كونجنتال ادرينال هايبر اكتيفيشن. بالمقابل القي اكس واي اقول هذا عندنا ميل معناها عندي تيستس. بالمقابل الاكسترنال جينيتيك ممكن نتيجه الكومبليت اندروجين انسنسيتي سيندروم. كلش مهم هاي الحاله. واضحه لحد الان اطباء؟ عندنا سؤال لو اوكي بالنسبه لنا. تمام كلش مهم. ما دام احنا حكينا خلينا نحكي عن الاندروجين انسنسيتي سيندروم، وراح ارجع احكي عن هذا التيبل اللي عندنا، اوكي؟ هذا التيبل بيحكي هوايه نفتهمه بطريقه معينه هسه راح نشرحها، واريد تكتبوه وياي يعني على فكره ضروري تكتبوه لان راح نشرح بطريقه تختلف تماما عن الموجود، اوكي؟ حتى تركزون وياي، راح احكي الاندروجين انسنسيتي وراح نرجع على هذا، تمام؟ طيب، لاحظوا هنا نقطه كلش مهمه، احنا حكينا قبل شوي عن الاندروجين انسنسيتي سيندروم، واتفقنا احنا عندنا شنو؟ ديفكت بالاندروجين ريسبتر. انا عندي الاندروجين ده يصير له برودكشن لكن اكو ديفكت فيه، فبالتالي لاحظوا راح يجيني فيميل ابيرنج جينيتال ميل، يعني جينيتيك ميل، يعني الابيرنس هي فيميل، الجينيتيك مالتها هي ميل، هي عباره عن 46XY. فهاي النقطه كلش مهمه، الابيرنس الاكسترنال ابيرنس هي فيميل تيبيكال، بس بالمقابل الجينيتيك والجونادز هي عباره عن ميل. هاي النقطه كلش مهمه، راح اشوف فيميل اكسترنال جينيتيك، ممكن اشوف اكزيلا اسكانت اكزيلا ريبيوبك هير ريدمنتري فاجينا، اوكي راح اشوف عندهم فاجينا لكن يكون ريدمنتري مثلا راح نعرف هذا الشيء. اضافه لها طبعا من اجي اسوي فولو اب اشوف اليوترس والفالوبيان تيوب ابسنت. ليش؟ لان ببساطه الانتي موليريان هرمون موجود التيسس، فدي يصير له برودكشن للانتي موليريان هرمون فدي يسوي له انهبيشن. هذا عاده راح يصير عندهم تشوفهم عاده
كومبليتلي فيميل، بدي اشوف قدامي فيميل وهاي التفاصيل. لكن من تجي عاده راح يجوك يا اما على شو اسمه عندهم امينوريا، يا اما طبعا امينوريا ليش؟ لان ماكو يوترس، ماكو اضافه لهذا الفالوبيان تشوف، فاكيد راح تجيني شو اسمه برايمري امينوريا. وممكن عاده اكو هواي ناس طبعا خصوصا يعني هذول اللو اديوكيشن لوفر تروح مثلا عادي هي امينوريا وما ادري شنو ما يدورون فلاب عليها او يشوفوها عيب، يعني اكو هواي ناس خصوصا طالب بالاطراف بالريف او شيء يعني يشوفون انه عيب انه مثلا اروح على الدكتوره واقول لها تعال هاي امينوريا، او عيب يقولون مثلا تعال ودونا الطبيب هاي حالتها هيجي، فتمر مثلا وتتزوج وما يدرون. صدق هاي ترى موجوده هواي، يعني اكثر من كيس موجوده انه يجون مرض يعني اوكي، ويجون على انفيرتلتي وهي اصلا ما عندها سايكل اوكي. فالنقطه خلي ببالك كلش مهمه انه الاندروجين انسنسيتي هي اكسترنال جينيتيليا مال فيميل اوكي، لكن الجونادز هي مال ميل. هاي النقطه كلش مهمه، راح اشوف التيستس الكاريوتايب راح اشوفها ميل اكس واي، هاي النقطه كلش مهمه. خلي اليوترس والفالوبيان تيوب ما موجوده ليش؟ لان انت مليرين هرمون بينفرز وبيشتغل اوكي، فبالتالي هاي النقطه كلش مهمه. عاده مثل ما قلنا التيستس يشوفوها وين؟ يا اما عند السيندنج اوكي، او يشوفوها عاده نير ليبيا ماجوره اوكي، فيشوفون اكو موجود التيستس. دائما لازم يفضلون يسوون ريموفال للتيستس، ليش؟ لان يخافون من المالجنسي اوكي، فبالتالي يسوونها ريموفال. طبعا التايم مال ريموفال هذا يعتمد على عده عوامل، انت لازم تقعد ويا الفيميل ويا الفاميلي، عاده هو بالخارج ويا الفيميل اذا كانت هي اكثر من 18 اوكي، او تحتاج وياها فاميلي حسب يعني. كل الاحوال لازم هذه الفيميل تفهمها التفاصيل وتشرح القصه، وراها عاده يا اما اسوي الونجيشن فاجاني اكو بيها وتفاصيل هوايه تدخل على الشغل على جاني على الشغل، اضافه لها تحتاج ممكن ابو يورولوجي على شغل بلاستيك سيرجري، هواي بيها تدخل مواضيع اوكي. لكن اخلي ببالي الولد دائما انه انت وحده من الشغلات التستس ممكن تحتاج تسوي لها ريموفال لان اكو ريسك اوف مالجنسي. راح اشوف الفيتد تستوستيرون، ممكن استروجين ال اتش اوكي، ممكن كلها اشوفها ايضا الاليفيتد. فهاي النقطه كلش مهمه اخليها ببالي مع الساعه، اذا اشوف تستوستيرون والاستروجين اليفيتد بالمقابل ال اتش ايضا اليفيتد، بالمقابل بالحالات قبل اوكي السكس كروموسوم اللي حكينا اغلبها كان ال اتش لو ليفل اليفيتد، بس الاستروجين والتستوستيرون يكون لو ليفل مثل ما حكينا اوكي. خليها ببالك بالضبط، هي غالبا الديسيجن يصير انه تكمل از افيميل اوكي غالبا. ليش؟ يعني يبقى هذا موضوع يعني هذا بيه هواي كومبليكيشن هواي تفاصيل، بس اغلب الحالات مثلا يجي يفهموها انه هيك، فهي دائما ماشي اصلا اوريدي يقول لك انا مشيت وانا صرت فيميل وكل يعرف ان هي فيميل فتكمل فيميل فيسوي ريموفال للتيستس. مرات يصير ديسيجن لا تقول انا بدي اكمل اصير شو اسمه ميل وما ادري شنو، فممكن اذا التيستس لازم يسوون عمليات ويبقى هذا ستيل فانكشن طبعا، ويسوون اضافه لهذه العمليات الاكسترنال جينيتيه. فالقصه كلش طويله مو موضوعنا طبعا ندخل تفاصيله، بس خلينا نبارك واحده من الشغلات اللي نفكر بيها نسوي ريموف للتيستس عن بعد الملمس. خلوها ببالك. راح اطبع هنا عندنا سؤال لو اوكي لحد هسه. لاحظ هنا يقول هنا disorders by physical characteristics، وحاكي لكم عن اليوترس وحاكي لكم عن البريست. ما اريد تركزون هسه على هذا، هسه راح نرجع من بعد شويه ونحكي عنه الموجود كله بالتفصيل. اريد هسه تركزون وياي على الشيء راح نحكيه كلش مهم. أبدأ أسأل سؤال وأنتم تجاوبوني، أوكي؟ بدنا نحكي عن يوترس، بدنا نحكي عن بريست، أوكي؟ البريست المسؤول عنه بالفيميل يا هرمون. بالضبط استروجين، السورس مال استروجين من وين؟ من الأوفر، كل زين، تمام متفق. أوكي. تمام كل زين. طيب اليوترس حتى يصير له ديفلوبمنت لازم تكون ميل او فيميل، لازم تكون اوكي زين تكون عباره عن فيميل اكس اكس. فبالتالي كلش مهم انه شنو انه ما عندي نو انتي موليرين هرمون، صح ولا لا؟ او مولير او مثل ما يسموه بالكتاب موليرين فاكتور اوكي، لازم موجود عندي. هذه النقطة كان متفقين عليها. تمام اريد شويه اكتيفيتي وياكم حتى نفهم هذا الشيء قبل ما نكمل اي ونمشي جوا، اريد لازم تكونوا مركزين ستيب باي ستيب اوكي؟ كل زين. طيب لاحظوا هنا هاي النقطه راح احكيها.
هذا الشيء راح نحكي ترى على فكره حيواجهكم ان شاء الله بينتر ستيب 2 سيكل. فبالتالي من هسه افتهموا لان هذا موضوع كلش معقد بعدين تقول تكرهوه يعني ففهموه من هسه حتى تعرفوا. اجت كيس برايمري امينوري. اوكي عرفنا برايمري امينوري امينو اللي ما عندها منس اتو. شلون اقول عنها؟ اقول عنها يا اما هي بالضبط يا اما اقول عنها عمرها 16 سنه وعندها سكندري سكشوال كاركترستيك او 14 اذا بدون سكندري سكشوال كاركترستيك واتفقنا على هذا الشيء. راح اجي هاي ام البرايمري امينوري اسوي لها اكزامينيشن. طبعا اكزامينيشن وضافة لهذا الترا ساوند واجي اشوف بناء على البريست والاوفري سوري البريست واليوترس موجوده لو لا. لاحظوا هنا اقول هنا بريست بوزيتيف يوترس بوزيتيف يعني عندي بريست ويوترس هاي الحاله الاولى. الحاله الثانيه اقول عنها عندي بريست بوزيتيف موجود البريست لكن يوترس ما. والحاله الثالثه طبعا اقول عندي بريست موجود واليوترس موجود. لاحظوا هنا نقاط كلش مهمه. طبعا اذا قلت انه يوترس موجود وبريست موجود احتاج احكي عن تفاصيل لو لا واضحه القصه شنو بدي احكي. اذا يوترس وبريست موجود هاي شنو هاي الحاله؟ هاي ميل صح لو لا؟ فبالتالي ما يحتاج ندخل بالتفاصيل. احنا بدنا نحكي عن فيميل جايه برايمري امينوري اذا ماكو يوترس وماكو بريست هاي بدنا نحكي احنا عن الميل فبالتالي مو موضوعنا وما ندخل بالتفاصيل. فشي جت بيشن قال لك دكتور انا عندي برايمري امينوري سويت انت حتى انت كطبيبه او خلينا نقول سوت طبيبه الجاني سوت اكزامينيشن شافت البريست موجود ولا وسوت هم نفسها عدها بالعياده دزت على الترا ساوند شافت اليوترس موجود او لنفترض بالاكزامينيشن شافت البريست موجود وباليوترس شافت ايضا بالالترا ساوند شافت اليوترس موجود من عندي البريست معناها اكو اوفر لو ماكو اوفر والاستروجين اكو لو ماكو معناها عندي اوفر والاستروجين هاي النقطه خاصه من عندي يوترس معناها عندي مليرين ما عندي هوموليرين انهبيتنج فاكتور يعني هي اكس اكس فهذه فيميل. طيب ليش شنو الكوز جايتني برايمري امينوريا؟ من يفكر شنو النكست ستيب اوف هاي الحاله؟ اريد هيك تساعدوني انتم. واحده عندها يوترس وعندها بريست وعندها اوفري وجايه برايمري امينوريا فكر بشنو تكون ديفرنشال دايجنوسيس تكون اكزامينيشن تكون ايش ببالكم بالضبط كل زين عاشت دكتوره افكر بالاناتومي افكر اروح بالفيك اكزام كل زين حسب بلفيك اكزام ان هذه الفيميا راح الاقي شنو راح الاقيها بالضبط ممكن يكون عندها نتيجه ممكن يكون عندها لور فاجينا ديفكت باليوروجينيتال ساينس فيكون عندها فاجينال اجينيسيس. وطبعا اكو هواي شغلات تدخل بالديفرنشال دايجنوستكس اوكي بالاضافه لهذا عندي فاجينال سيبتم اكو هواي ديفرنشال دايجنوستكس لكن اهم شيء طبعا انا المهم تعرفون انه افكر كاناتومي كل زين حلوه هاي العباره اللي قلتيها دكتوره انه افكر بالاناتومي هنا واشوف شنو القصه مال الاناتومي الموجوده هنا ليش انا دا اشوف كهرمونال كديفلوبمنت ما عندي اي مشكله هاي النقطه كل زين متفقين عليها. طيب حكينا عن هاي الحاله تعال نحكي على الحاله الثانيه انت جبت هاي فيميل هم عندها براي طبعا يبقى هاي الحاله الاولى اذا شنو اذا امبورفريت هاي ممكن تسوي لها سيرجيكال انسيجن الفاجينال اجينيسيس لازم تسوي لها بلاست جانوبلاستي مثلا الفاجينال سيبتم تسوي لها سبتوبلاستي طبعا هاي بتروح لها تريتمنت معين. يبقى لا هاي نفس فيميل ثانيه عندها برايمري امينوري قال لك دكتور ما عندنا ساتور هسه عمرها صار 14 سنه 16 سنه حسب التعريف اللي احنا قلنا. اجت انت سويت لها اكزامينيشن شفت اكو بريست موجود ستيل موجود اكو بريست نزلت على الترا ساوند شفت اليوترس ماكو من يفكر بهالحاله افكر شنو يوترس ماكو اكو بريست ماكو انطوني ديفرنشال دايجنوستكس قبل ما نحكي بالتفاصيل بالضبط افكر هرمونات فبالتالي بهالحالات لاحظوا هنا نقطه كلش مهمه راح اجي ادزهم على تستوستيرون تستوستيرون ليفل اذا كان تستوستيرون ليفل هنا نقطة كلش مهمة ميل تايب يعني elevated ميل تايب هنا أنا أفكر منو هذه الحالة اللي قبل شوية احنا بدنا نحكي عنها السي اي اي اس هاي كومبليت اندروجين انسنسيتي سيندروم يعني بين قوسين ترى كروموسومات 46 اكس مو في ميل هذه انما هي ميل اوكي فبالتالي هاي الحالة لا اجيت
ولقيت والله شو اسمه مالتها تستوستيرون نورمال فيميل تايب. من يقول لي شنو اتوقع حاله فيميل ما عندها يوترس وعندها البريست اوكي الاوفري اوكي، من هاي الحاله اتوقع؟ من يقدر يقول لي من هاي؟ كل الزين عاشتي للدكتور، خلي اشوف البقيه هم من يجاوب. فكروا لي حاله الاوفري موجود، البريست ديفلوبمنتال اوكي، لكن اكو مشكله عندي اليوترس ماكو، الفالوبيان تيوب ماكو، الابر ثيرد اوف فاجينا ماكو، شنو الكيس اللي في هالحاله؟ بالضبط اللي هي الموليريان اجينيسيس اوكي، عندي ديفكت بالموليريان داكت اوكي، عندي ديفكت بالموليريان ديفرنشيشن اوكي، فبالتالي هنا قضيه موليريان اجينيسيس. فكر بموليريان اجينيسيس يعني هي فيميل بس عندي ديفكت بالموليريان، الموليريان كان يعطيني اليوترس والابر بارت اوف فاجينا والفالوبيان تيوب، صح ولا لا؟ تمام، واضحه لحد الان هاي البوينت اوكي بالنسبه لكم؟ فاهميها كل وحده ليش بدها تجي؟ تمام. طبعا على فكره هاي اكسترا بالنسبه لستيب 1، بس صراحه ما راح تفهمون الاشياء الموجوده لما تفهمون هذا الشيء، فنشرح هسه تستفيدون منه بعدين. طيب، اريد من عندكم انتم هسه فهمكم، اجيت فيميل شفت عندها البريست ما موجود بالاكزام، شفت ماكو بريست، سويت لها ابدومينال الترا ساوند، شفت اليوترس موجود. شفت اضافه لهذا ما بدي احكي بقيه التفاصيل بس شفت اليوترس موجود. افكر شنو المشكله عندي؟ شنو المشكله ممكن المسؤوله انه البريست عندي مشكله بالاستروجين، صح لو لا؟ استروجين ما يصير له برودكشن. فهنا افكر تو ديفرنشال دايجنوسيس، يا اما عندي المشكله فوق اللي هي بالهايبوثالامس والبيتوتري، يا اما عندي المشكله بالاوفر. وهنا شو راح افرق بيناتهم؟ اعرف ان المشكله بالهايبوثالامس والاوفر لو سوري بالهايبوثالامس والبيتوتري لو بالاوفر، اني اعرف شنو ادز ويعطيني الفكره هذه هنا او هنا. خليني اشوف هيك اريد دائما تفكرون انتم وياي. شنو ادز يعطيني فكره انه هاي ترى المشكله بالهايبوثالامس او بالبيتوتري او المشكله لا جوا بالاوفر؟ بالضبط ادز الاف اس اتش، ادز الاف اس اتش ليفل. الاف اس اتش ليفل اريد انتم هسه قبل شويه حكينا اجيت وجاني الاف اس اتش ليفل اليفيتد، اتوقع المشكله وين؟ بالاوفري لو فوق بالبيتوتري؟ من يعطيني اوكي المشكله بالاوفري؟ من يعطيني ديفرنشال دايجنوستس لهي الحاله؟ قلنا هي الموست كومن كوز اوف برايمري امينوريا، يلا جاوبوني بسرعه. منو اتوقع هاي؟ بالضبط هاي الحاله اللي بدنا نحكي عنها هي التيرنر سيندروم. كل زين تيرنر سيندروم هاي الحاله فور فايف اكس كل زين. طيب لا اجيت ودزيت لي الاف اس معناها شنو هو؟ الاكسس كله الهايبوثالامك بتويتري عندي مشكله بيها، ممكن تيومر ممكن اكو لها هواي ديفرنشال دايجنوس مو موضوعنا اوكي ناخذها بعد شويه، لكن معناها عندي مشكله بالهايبوثالامك بتويتري اكسس هناك افكر بالمشكله. طبعا هذا هواي الشرح ادري ودوخه، لكن صراحه هذا مهم حتى نجي نشرح هسه بعد شوي تفهمون شنو هذه القصه شنو يقصد بهذه التفاصيل، راح تشوفون الموضوع بالنسبه لكم كلش اسهل مما اجي اشرحها مباشره. افتح هذا التيبل بعدين راح تاخذوه بستيب 2 سي كي ان شاء الله يعني. طيب لاحظوا هنا فبالتالي هنا بهالحاله اجي اشوف اليوترس موجود والبريست موجوده لو لا؟ اجيت وشفت حتى اليوترس موجود سوري اليوترس هنا بالعالم موجود، سويت الترا ساوند شفت اليوترس موجود لكن البريست ما موجود. مثل ما قلنا افكر بحالتي، يا اما عندي المشكله بالهايبوثالمك بتويتر يا اما عندي المشكله بالاوفري. فهاي الحاله انا اقسمها اسميها هايبر جونادوتروبيك هايبوغونادزم. انا اوريدي عندي هايبوغونادزم ليش؟ لان ما عندي استروجين، لكن هل هي هايبر جونادوتروبيك يعني الهايبوثالمك بتويتر شغال لو لا؟ اذا هو شغال بالمقابل الاوفري مو شغال اقول عنها هايبر جونادوتروبيك هايبوغونادزم. مثالها طبعا شو اسمه اللي هو الهايبوثالمك بتويتر شغال وانت الاوفري نوت فانكشن، هي اشهرها طبعا التيرنر سيندروم. اضافه لهذا احيانا يقول لك ممكن الجينيتك مو سايز مو مهم او بيور جونادال ديسجينيسيس، يعني ايضا رجعنا لقضيه الاوفري ديسجينيسيس مو فد شيء، فبالتالي هنا اسميها هايبر جونادال ستروك هايبو جونادزم. الهايبوثالامس والبيتوتري شغال بيسوي برودكشن اف اس اتش، فاقدر اقول هنا اضيف وياها الفيتد اف اس اتش حتى اعرف اميز. لا اجيت وشفت هايبو جونادال ستروك هايبو جونادزم، عندك لو استروجين وبنفس الوقت لو ليفل اوف اف اس اتش،
هنا أنا أفكر وين المشكلة مالتي، عادة أفكر بيها سنترال مثل السي ان اس ليجن، تيومر، تروما، مالجنسي ايا كان، او اكو شيء يسميه كولمان سيندروم بعد شويه راح نحكي عنه، فبالتالي هذا يسميه هايبوغونادوفوبيك هايبوغونادز. بالمقابل اجيت وشفت هذه عندها يوتراس، اوكي، وبالمقابل سوري بهالحاله الثانيه ماكو يوتراس، بالالتراساوند ما شفت اكو يوتراس، بالمقابل عندي شفت اكو بريست، اوكي، هنا انا بهالحاله منو اروح اباوع ادز التستوستيرون مثل ما قلنا، اوكي، حتى افرق بين اليوترو اجينيسيس اللي هي الموليريان اجينيسيس والاندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم، اوكي، فبالتالي ادز التستوستيرون حتى اعرف الاندروجين راح القى ميل تايب اليفيتد، الموليريان اجينيسيس يكون عباره عن فيميل تايب، فبالتالي هذا نفس اللي شويه حكينا بس مجرد ترتيب تقدرون تضيفوه حتى تفهموه كل زين، وما يصير بالنسبه لكم حكي بس مجرد تعالوا نحفظ والله اذا بريس موجود هيك وهيك، لا تفهموها انتم عباره عن ابروتش، تعرف كل واحد نتيجه الفانكشن منه وتعرف بالضبط شنو القصه. طيب اجيت وشفت لا ما عندي لا يوترس ولا فاجاين ولا سوري بريس، هنا انا افكر هو عباره عن ميل، ميل جينوتايب هو ميل بس ممكن عنده مشكله بالتستوستيرون برودكشن، فبالتالي هو عباره عن ميل جينوتايب، هاي النقطه مثل ما اتفقنا عليها. طيب اقدر اضيف فيها اذا لقيت اثنيناتهم موجودين، بريس موجود ويوترس موجود بس جايتني ببرايمري امينوريا، اوكي، ايش راح اقول عن هذا الكيس؟ شنو هو؟ شنو الديفرنشال دايجنوسيس؟ بالضبط اباوع على الاناتومي اللي هي انبوث فريت هايمن، فاجينال اجينيسيس، فاجينال سيبتم، ايا كان القصه اللي حكينا. واضحه اطباء هنا عندنا سؤال استفسار لو اوكي بالنسبه لكم. كل زين. سم. نرجع نشوف هنا هذا التيبل هسه نقدر نحكيه براحتنا. من اجي اباوع مثلا عندي سكس هرمونز، اجي اشوف التستوستيرون والال اتش ليفل، اوكي؟ التستوستيرون والال اتش ليفل. اجي اباوع التستوستيرون لو ليفل والتستوستيرون لو ليفل، افكر بهالحاله من اشوف سواء حتى الاستروجين، اشوف اي التستوستيرون او الاستروجين لو ليفل، اروح افكر هاي عندي يا اما المشكله فوق بالهايبوثالامك بالتوتري يا اما المشكله بالجوناتس، فبالتالي اجي اباوع على الال اتش وحتى الاف اس اتش. إذا شفتها elevated أقول عنها hypergonadotropic hypogonadism، يعني المشكلة عندها جوا بالجونادز مو فوق. لكن من أجي لا أشوف اثنيناتها low level أقول عنها هاي hypogonadotropic hypogonadism، أفكر في CNS tumor، CNS lesion، أفكر بحالة كولمان سيندروم، أكو هواي راح نحكي عنها بعد شوي. فبالتالي أتصور هذا الموضوع قلت له بحثاً قبل شوي وفهمنا القصة. بالمقابل أجيت وشفت التستوستيرون elevated. اجي اباوع اشوف هذا التستوستيرون هل هو برايمري المشكله مالتنا وين بالضبط، اوكي، فبالتالي اجي اشوف التستوستيرون اليفيتد والال اتش قليل، معناها انا اسوي نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، فبالتالي معناها عندك حالتين، يا اما عندك تيومر دا يسوي لك برودكشن للتستوستيرون ودا يسوي انهبيشن للال اتش، او واحد دا ياخذ اكسوجينس مثل ما حكينا قبل شوي، فما عندك تستوستيرون سكريتنج تيومر يا اما عندك اكسوجينس اكسبوجر للتستوستيرون، فبالتالي هو اللي راح يسوي لي انهبيشن للال اتش. طيب لا شفت اثنيناتهم اليفيتد، هنا انا افكر انا عندي تستوستيرون بس ما دي يشتغل، اوكي، فبالتالي الال اتش يشوف ماكو ما دي يسوي دي يصير له انهبيشن، ليش؟ لان ماكو شغل اصلا، اللي هي هاي الحاله وحده من عندها ديفكتيف اندروجين ريسبتر مثل اندروجين انسنسيتي سيندروم، فبالتالي هاي النقاط خليها ببالنا حتى تكون واضحه شنو الكوز مال كل وحده. اتصور هسه انت ورا هذا المخطط ورا هاي صار الموضوع بالنسبه لكم اسهل بهوايه من بس حكي الموجود بالكتاب. عندكم سؤال لحد الان اطباء؟ الموضوع كله صعب، يعني انا قد اذا واحد عنده سؤال استفساري يحس صعب الموضوع كله صعب، انا واحد من الناس هذا الموضوع بستيب 1 والسي كي كلش اكره، يعني موضوع قضيه هذا السيلف ديفلوبمنت كلش موضوع مكروه، حتى بايام الكليه اتذكر كانت عندنا محاضره بالقايمه مال السيلف ديفلوبمنت كلش مكروه الموضوع، في تفاصيل هوايه، فحاولت قدر الامكان تلخصه بشيء بسيط حتى تفهموه بالقدر المطلوب، انت بالنهايه اذا عندك اساس تعرف كل واحد من الاكسترنال جينيتيليا شلون بيصير لها ديفرنشيشن، وشنو الموليريان سيستم ايش ينطيني؟ الاوفر والتستس اعرف ما لها علاقه بالوولفين والموليريان. بنعرف كل واحد البريست شلون بيصير له ديفلوبمنت من عندي الامبريولوجي والاناتومي والفيزيولوجي صح، الباثولوجي اقدر اصفطه بطريقه صح وافهمها، هاي النقطه كلش مهمه.